أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نستكمل ما بدأنا فيه، منطقة الهيد، الجزء الأول من الحشرات ومكونات هذا الجزء. اتكلمنا عن الماوث بارس، أجزاء الفم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الأنتنة. زي ما احنا شايفين الجزء الأول قلنا هو الهيد اللي بتكون فيه عنده الكومباوند آي و الاوسيلاي او السيمبل ايز، العيون البسيطه، والماوث بارس، اجزاء الفم، بالاضافه الى الانتنة او قرون الاستشعار. خلينا نتكلم في الاول عن التركيب النموذجي لقرن الاستشعار. تكون قرن الاستشعار من 3 مناطق. المنطقه الاولى اسمها السكيب، العقله الطويله هذه اسمها سكيب، والعقلة الثانية اللي بتكون مباشرة فيها بتتمفصل معاها، لكن تمفصل غير قابل للحركة في هذا المكان، بسموه البيدسل أو السويقة. ثم كامل أو باقي الفلاجيلم أو باقي القرن الاستشعار الأنتنة اسمه فلاجيلم. يبقى 3 مناطق: سكيب العقلة الأولى، البيدسل العقلة الثانية، والباقي اسمه فلاجيلم أو الصوت. طبعا يتمفصل قرن الاستشعار وخاصة عقلة السكيب في منطقة الرأس في الحشرات، في بين العينتين المركبتين، في عدة مناطق. منها في عندي الأنتنة السوتشر، هذا درز قرن الاستشعار، أنتنة السوتشر أو القرن الهوائي أو الدرز الهوائي. الأنتنفير أيضا هي صفيحة بتكون مرتبطة مع منطقة السكيب، والأنتنة السكت اللي هي الجراب اللي بتكون فيها منغمسة منطقة السكيب، والأنتنة السكليرايتس الصفيحة اللي بتغطي اللي هو المنطقة بسموها أنتنة السكليرايت. خلينا نتكلم عن وظائف الأنتنة أو وظائف قرون الاستشعار. functions of antenna useful to detect chemicals. تستخدم الحشرة قرون الاستشعار، one pair of antenna، زوج من قرون الاستشعار، تستخدمهم في تحديد المادة الكيميائية، detect chemicals including food، ويشمل ذلك الغذاء. يبقى كمان بتقدر تستكشف الغذاء عن طريق الأنتنة من خلال رائحة الغذاء، and pheromones والمواد التي تفرزها الحشرات، بتشبه الهرمونات بسموها pheromones. هذه الهرمونات أو الهرمونات الحشرية أو الفيرمونز، الفيرمونات هي مواد chemicals، مواد كيميائية، chemical secreted، تفرز into air في الهواء، by opposite sex، من قبل الجنسين، إما الذكور بتفرزها للإناث أو الإناث بتفرزها للذكور، والهدف الأساسي هو الماتينج، التزاوج، لكن في لها أهداف أخرى. الفيرمونز منها الألارم، التحذير، منها تحديد روتس، طرق، منها تجمع، أجريجيشن، بصير تجميع عشان يصير في هناك ديفنس، قتال ضد الأعداء. يبقى الفيرمونات هي مواد كيميائية بتفرزها الحشرات لعدة وظائف، من هذه الوظائف اللي هو التزاوج أو الماتينج ما بين الذكور والإناث. يتم تحديد رائحة الفيرمونز أو تحديد رائحة المواد الغذائية من خلال زوج القرون الاستشعار الأنتنة. It perceive smell، أيضا بتزود الحشرة الأنتنة أو قرون الاستشعار بالروائح، إنها بتقدر تشم. humidity changes، أي بتقدر تستشعر بتغيرات الرطوبة، هل في رطوبة، قديش نسبتها، هل في جفاف أو رطوبة إلى آخره. and variation in temperature، والتغير في درجات الحرارة. أيضا الإحساس بالتغير في درجة الحرارة يتم بواسطة قرون الاستشعار، وبالتالي الحشرة بيصير لها ردة فعل طبيعية مناسبة لتغيرات في درجة الحرارة. vibration، الاهتزازات، أيضا قرون الاستشعار لها القدرة على
الإحساس بالاهتزازات، وبالتالي الحشرة تستفيد من هذه الاهتزازات بسبب أنه ممكن تهرب من المفترسات البريداتورز. ويند فيلوسيتي تحديد أيضا سرعة الرياح and direction واتجاه حركة الرياح. Useful to perceive the forward environment and detect danger، وبالتالي الحشرة تستطيع تحديد ما حولها من البيئة بواسطة قرون الاستشعار، وأيضا تحديد المفترسات والمخاطر التي تحيط بالحشرة. Useful for hearing، تستخدم في عملية السمع، تسمع بواسطة قرون الاستشعار زي الموسكيتو في البعوض، and communication in ants، والاتصال في النمل. يبقى تستخدم قرون الاستشعار يعني كسمع في حالة البعوض وكاتصال في حالة النمل، وخاصة النمل الأبيض. Rarely it is also useful to clasp، أيضا بشكل قليل جدا تستخدم هذه قرون الاستشعار في الحشرات لعملية مسك الأنثى في حالة الماتنج، في حالة عند التزاوج، وخاصة مثال عليه example الفلي اللي هو البرغوت، and grasp the prey، ومسك الفريسة. يبقى الأنتنة لها وظائف أخرى، مثلا مسك الأنثى في حالة الماتنج، ومسك اللي هو الضحية في حالة ما تكون الحشرة مفترسة. خلينا ناخذ الانواع تبعت قرون الاستشعار. في الاول، اول نوع اللي هو السيتيكياس او بسموه الشوكي، بلاحظ انه الاولى اللي هي السكيب الاولى، العقله الاولى، بلاحظ انه تتمفصل مع العقله الثانيه اللي هي البيدسل او السويقه قصيره، ثم الفلاجيلم تحور الى عقله واحده، لكن هذه العقله اصبحت عقله طويله ومدببه. بنقول سايز اوف ذا سيجمنتس، حجم العقل ديكريز، قل فروم بيس تو ابيكس، من القاعده الى القمه، اكزامبل دراجون فلاي. مثال على هذا الكلام، هذا النوع من الانتنه موجود في الدراجون فلاي او ذبابه التنين، أو الدامس فلاي ذبابة السدود. هذه الذبابة الكبيرة الحجم ذات العيون المركبة الكبيرة الحجم ذات الأجنحة الغشائية الرقيقة التي تطير في على المسطحات المائية. طبعا هذه الحشرة مفترسة لحشرات أخرى ولكائنات حية أخرى، وعندها قرون استشعار من نوع سيتيكيس شوكي، أو بسموها بريستل لايك، تشبه الشوكة، تشبه الشوكة. فيليفورم لايك، او النوع الثاني او قرن الاستشعار الخيطي، ثريد لايك بسموه، يشبه الخيط. السيجمنتس ار يوجوالي سيلندريكال، السيجمنتس بتشبه الاسطوانات. الثيكنس اوف سيجمنتس، سمك العقل، ريمين سيم ثرو اوت، بتضلها نفس الاشي، ما فيش لا زياده ولا نقصان. يعني هذه العقله تشبه هذه العقله في الحجم، هذه تشبه هذه الى اخره. فالعقل من الاول للاخر الفيلامنت هو متشابه، والتالي هذا موجود في الجراس هوبر او حشره النطاط، قرن استشعار فيليفورم خيطي موجود في الجراس هوبر او حشره النطاط. مونيليفورم بسموها القلادية، يعني العقلة الأولى زي حبات القلادة أو حبات العقد، واحدة اتنين تلاتة أربعة وهكذا، بسموها بيدت زي حبات الخرز مشكوكة مع بعضها أو ملتصقة مع بعضها البعض. سيجمنتس آر أيذر جلوبيولار، العقل تشبه كروية، أور سفيريكال وذ برومينانت كونستراكشن، واللي هو تخصر واضح ما بين، اللي هو فرز واضح ما بين كل عقلة والعقلة الثانية. ان بتوين موجودة ما بينهم، هذا التخصر prominent constriction ان بتوين ما بينهم. اكزامبل مثال عليها اللي هو التيرمايت او النمل الابيض، مثال عليها النمل الابيض، واحنا عارفين النمل الابيض بيعيش في ممالك، وهذه النمل الابيض لها قدرة مميزة على هضم مركبات السيلولوز، لأنه في أمعاء هذه الحشرة النمل الأبيض يتواجد بروتوزوا أوليات، هذه الأوليات قادرة على إنتاج إنزيم السيلوليز الذي يهضم مادة السيلولوز.
فهمتي السريت؟ سريت منشارية، ساو لايك تشبه أسنان المنشارة. يعني لو جينا طلعنا للعقل اللي في الجلم، هلاحظ إنه سن، هاي كمان سن، كمان سن زي أسنان المنشارة، عشان يسموها سريت أو منشارية. segments have short triangular segments، العقل بتتشابه إلى مثلثات صغيرة، projections نتوءات أو بروزات على شكل مثلثات صغيرة، on one side على جهة واحدة، على جهة واحدة، الجهة التانية ما فيش فيها أسنان المنشارة. example long corn beetle، خنافس الذرة ذات القرون الطويلة، ذات القرون الطويلة. يوني أحادي، بكتينيت يعني على جهة واحدة. بلاحظ أنه هذا كومب لايك تشبه المشط، يعني زي أسنان المشط، العقل فيها بروزات زي أسنان المشط على جهة واحدة، عشان يسموها يوني، يوني بكتينيت أو مشطية على جهة واحدة. هذا السيجمنتس وذ لونج سلندر، السيجمنتس هي عبارة عن اسطوانات طويلة، بروسيس اون وان سايد، إلى اسطوانات جانبية على اتجاه واحد أو على جهة واحدة. فهذه السيجمنتس العقل بيطلع منها نتوءات اسطوانية على جهة واحدة. هذا موجود في مثال الساو فلاي أو الذبابة المنشارية، الذبابة المنشارية. باي بيكتينيت اللي هي مشطية مضاعفة، بكون البروزات تاعت السيجمنتس على كلا الجانبين، بسموها دبل كومبلايك، دبل كومبلايك على جهتين. فالسيجمنتس وذ لونج سلندر، في عندها سلندرات طالعة من السيجمنتس على كلا الجانبين وبتكون طويلة، لاترال بروسيس اون بوث سايد على كلا الجانبين. اكزامبل سيلك وورم موث، على يعني مثال على هذا الكلام، على هذه البايبكتينيت انتنا على قرون الاستشعار اللي بتشبه المشط المضاعف، بسموها دبل كومبلايك او المشطية المضاعفة، موجودة في حشرة السلك وورم موث او فراشة دودة القز اللي بتصنع منها الحرير. كلافيت صولجانية، كلافيت صولجانية تشبه الكرباج، تكون العقل صغيرة صغيرة، تكبر تكبر تدريجيا وتنتهي بعقلة مدببة في النهاية. هذا بسموه كلابيت أو بسموه كلاب، تشبه اللي هو مضرب القاعدة، مضرب القاعدة لكرة القاعدة اللي بيستخدم فيها مضرب خشبي، وهذا تتشابه معه. فالأنتنة في هذه الحالة اللارجز جراديولي توارد، بتزيد في الحجم باتجاه مين؟ توارد تبس، كل ما اتجهنا إلى القمة بلاحظ أنه العقل تزداد في الحجم. هذا متواجد في نوع معين من الخنافس بسموه البليستر بيتل، خنافس البليستر. كابيتيت الرأسية، بنلاحظ انه في عندي العقل تاعت الفلاجيلم متشابه تقريبا، ثم فجأة تكبر هذه العقلة وتكون ما يعرف بالرأس. فالتيرمينال سيجمنتس العقل الطرفية، اللي هذه الثلاثة الطرفية 1 2 3، بيكم انلارج سادنلي، تصبح كبيرة الحجم فجأة، زي مثلا في مثال عليها اللي هو حشرة البترفلاي، بترفلاي أو الفراشات النهارية ذات الألوان الزاهية اللي نشاطها بكون في النهار. هذه قرون الاستشعار عندها بسموها كابيتيت أنتنا، نبض، نبض زي مفتاح الراديو أو مفتاح الجهاز، تلاقيه نبض لايك أو تشبه المفتاح. لاملت او الورقيه، الورقيه بسموها بليت لايك، تشبه الاوراق. بلاحظ انه السيجمنتس العقل تاعت الفلاجيلم الصوت طبيعي، لكن في العقل الاخيره 1 2 3 الاخيره فيها بروزات تشبه الاوراق، فعشان هيك زي ورق الكتب بصير. هذا بسموها لاملت او صفائحيه او ورقيه تشبه بليت لايك، تشبه الاوراق. أنتنا التب طرف قرن الاستشعار is expanded laterally، يمتد جانبيا on side أو on one side على جانب واحد، to form flat plates تشبه الأوراق المفلطحة أو المسطحة. example lamelli corn beetle اللي هو الخنافس اللي عندها قرون استشعار بهذا الشكل، بسموها لاملات أو بليت لايك. أرستيت بلاحظ في هذه الحالة في عندي العقلة الأولى
العقلة الثانية البيدسل السويقة قصيرة جدا، ثم العقلة الفلاجيلم يتكون من عقلة واحدة لكنها كبيرة في الحجم، وينشأ منها شوكة بسموها أريستيت أو الشوكية. The terminal segment العقلة النهائية is enlarged تضخمت زي ما احنا شايفين. It bears a conspicuous dorsal bristle بيشبه شوكة ظهرية، تظهر شوكة ظهرية دورسال بريستل كولد أريستا وتسمى بالأريستا، ومثال عليها موجودة في الهاوس اوف لايف الذبابة المنزلية أو الموسكا دوميستيكا. ستايلت نوع من أنواع قرون الاستشعار يسمى ستايلت، بسموه المخرزية، تشبه المخرز اللي هو التيرمينال سيجمنتس، التيرمينال سيجمنت العقلة الطرفية النهائية بيرز ستايل لايك بروسيس، نتوء بيشبه القلم، وهذا موجود في الهورس فلاي في ذبابة الخيل، وفي الربر فلاي في ذبابة الذباب الحرامية اخينومن فلاي او روبر فلاي، روبر فلاي الذبابة السراقة الذبابة الحرامية. بلومس انتنا قرن الاستشعار الفثري زي الريشه، تشبه زي ريشه الطيور، فثري ريشه سيجمنتس وذ اي سيجمنتس موجوده لكن عندها وذ لونج وورز اوف هيرز، عندها شعيرات كثيره جدا اكزامبل وطويله جدا، كثيفه وطويله اكزامبل، مثال عليها الميل موسكيتو في موجوده في ذكور البعوض، قرون الاستشعار في ذكور البعوض على شكل فثري طويلة ومتعددة وكثيفة، وبالتالي هذا موجود في الميل موسكيتو. في الفيميل موسكيتو موجود العكس، يعني في عندي بسموها الهيري الشعرة أو البايلوس، بايلوس أو الهيري، بلاحظ قرن استشعار، وهنا في عندي قرن استشعار. قرن الاستشعار بينشأ منه شعيرات صغيرة جدا قصيرة وغير كثيفة وقليلة. الأنتنة is less فثري أقل ريشية with few hairs بقليل من الشعيرات at the junction of flagellomeres، يعني بين كل قطعة من هذه قطعة الفلاجيلا، وهذه القطعة الفلاجيلا اسمها فلاجيلومير، وهذا فلاجيلومير، وهذا فلاجيلومير. الآن بين الجنكشن، بين اتصال مكان اتصال الفلاجيلومير مع الفلاجيلامير، في عندنا شعيرات، هذه الشعيرات تكون قليلة وقصيرة، وبالتالي هذا ما يميز الفيميل موسكيتو. يعني تحت الميكروسكوب لو شفنا هذا الشكل بقول والله هذه فيميل موسكيتو مش ميل موسكيتو، فيميل موسكيتو هذه أنثى البعوض. عدا عن اللي هو الماوث بارس اللي تكلمنا عنها، اللي هو في حالة الأنثى البعوض بيكون بيرسينج اند ساكينج ماوث بارس، تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. نوع آخر من الأنتنة وشكل آخر جينيكيوليت مرفقية، لأنه لاحظوا العقلة الأولى الاسكيب والعقلة الثانية البيدسل والفلاجيلم الصوت بيشبهوا المرفق، مرفق اليد، عشان هيك سموها جينيكيوليت مرفقية أو البود، البو 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 من كوع يعني، أو مرفق تشبه المرفق. اسكيب از لونج، الاسكيب از لونج في هذه الحالة طويلة. Remaining segments are small, are arranged at an angle. الباقي العقل بتكون صغيرة لكنها مرتبة في زاوية، تعمل زاوية to the first resembling an elbow joint، مع العقلة الأولى بتشبه إيش؟ مفصل الكوع، مفصل الكوع، ومثال عليها example الأنت النمل، والويفل الخنافس السوس، طبعا ويفل سوس، and honey bee وعسل النحل أو نحل العسل، نحل العسل أو حشرة النحل أو الدبور، عندها أنتنة اسمه جينيكوليت أنتنة أو قرون استشعار مرفقية الشكل. نيجي نتكلم في ملحق لهذا الموضوع types of insect heads، وضعية الرأس، أنواع وضعية الرأس. أول نوع هايبو جناثس، هايبو معناتها سفلي، جناثس يعني الجو أو اللي هو الفكوك يعني أو أجزاء الفم. بلاحظ أنه هايبو معناتها بلو، جناثس معناتها جو. لاحظوا أنه اتجاه أجزاء الفم لتحت، أجزاء الفم إيه لتحت، يعني محور الجسم بهذا الشكل طوليا، محور الرأس لا هو رأسيا،
وبالتالي أجزاء الفم إيه لتحت. يعني لو عملنا خط ممتد مع طول جسم الحشرة فبنلاحظ انه حيتعامد مع الخط الطولي للراس، وبالتالي هو في تعامد واجزاء الفم بتكون لاسفل. في هذه الحاله بنسمي وضعيه الراس في هذه الحاله هايبوغناثس او سفليه الراس، سفليه الراس، لانه المحور الطولي للراس يتعامد مع المحور الطولي للجسم، وبالتالي اتجاه اجزاء الفم الى اسفل بسموه هايبو اغناثس او سفليه اجزاء الفم. النوع الثاني البرو اغناثس، برو معناتها انفرونت يعني لقدام، اغناثس معناتها جو. فبلاحظ المحور الطولي للجسم بهذا الشكل طولي، محور الطولي للراس بكون على امتداد المحور الطولي للجسم على خط واحد وليس متعامد معه، وأجزاء الفم أمامية، فبنسميها وضعية الرأس في هذه الحالة وضعية أمامية أجزاء الفم، أمامية أجزاء الفم بروغناثس اللي هو مثال عليها الجراوند بيتل أو الخنافس الأرضية. الوضعية الثالثة في أجزاء الفم ووضعية الرأس هو أوبيستو إغناثس. أوبيستو معناتها بيهايند، خلفية، وإغناثس معناتها جو. كيف يعني؟ انه محور الراس اللي بيكون متعامد مع محور الطولي للجسم، محور الطولي للجسم بهذا الاتجاه، محور الطولي للراس بيكون لتحت وبالتالي متعامد، لكن اجزاء الفم ليست سفليه وانما خلفيه، تمتد اجزاء الفم بين حرقفتي الارجل الاماميه والخلفيه الاولى والثانيه الى الخلف، يعني اجزاء الفم بيكون بهذا الشكل، وهذا ما يميز اجزاء فم الثاقبه الماصه في حاله الستينك بق، نوع من انواع البق عنده ثاقب ماص او اجزاء فم ثاقبه ماصه، زي مثلا نزارا فيرودولا اللي هي البقه الخضراء برضو تتغذى على العصير النباتي، وبالتالي هذا اجزاء الفم بتكون وين اتجاهها الى الخلف، يعني المحور الطولي للجسم صحيح متعامد مع المحور الطولي للراس واجزاء الفم، لكن في هذه الحاله ليست سفليه وانما خلفيه، تمتد ما بين ارجل الاماميه للحشره بين حرقفتي الارجل الاماميه الكوكسا للارجل الاولى والارجل الثانيه، ومثال عليها الستينك بج. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.